لو عايزين تبطلوا فرجة على المسلسلات والأفلام سواء في رمضان أو بعد رمضان، كملوا معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة كنزي لايف وي. مما لا شك فيه إننا بنحب كلنا من وقت للتاني نرفه عن نفسنا، ودي ما فيهاش أي حاجة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما ينفعش الوقت كله يبقى شغل، ما ينفعش يبقى كله مذاكرة، ما ينفعش يبقى كله صلاة وقرآن، ما ينفعش يبقى كله ضحك ولعب. لا، الإنسان السوي هو اللي بيقدر يعمل مزيج بين كل الأفعال دي بطريقة تناسب وقته وقدراته واحتياجاته من غير ما تطغى حاجة منهم على التانية. هنتعبد ونشتغل ونذاكر ونضحك ونلعب ونتفسح ونتسلى ونعمل كل اللي في نفسنا. الناس بقى بتنقسم في الموضوع ده لقسمين، قسم عايش حياة بوهيمية كل اللي نفسه فيه بيعمله، حلال حرام بقى ما بتفرقش معاه ولا بيفكر في كده أساسا. وفي قسم تاني، وهو اللي بوجه له كلامي النهاردة، الناس اللي بتبحث عن رضا ربنا عز وجل حتى في ضحكها ولعبها وهزارها وقت ترفيهها، الناس اللي بتحب ربنا وفي نفس الوقت عايزة تستمتع بحياتها من غير ما تغضب ربنا، يهمهم قوي نظر ربنا ليهم في كل وقت حتى في وقت الاستراحة والتسالي. فبيبتدوا يسألوا نفسهم، هي وسيلة التسلية اللي أنا بعملها دي ترضي ربنا ولا غيرها؟ أصل هو ده روتين حياتهم، في كل خطوة في يومهم بيسألوا أنفسهم، أنا صح ولا غلط؟ بصلي صح ولا بصلي غلط؟ بكسب حلال ولا حرام؟ ربنا راضي عني ولا لأ؟ فمن ضمن أسئلتهم دي سؤال التسلية اللي بتسلى بيها، دي هتتحط في ميزان حسناتي ولا في ميزان سيئاتي؟ طب خلينا نفكر فيها بالمنطق. أنا مش طالعة عصرة فتاوي، الفتاوي مالية الإنترنت وكل واحد بيتبع الشيخ اللي بيرتاح له. أنا بتكلم كمسلمة بفكر معاكم بصوت عالي. الأفلام والمسلسلات هل أحداثها بترضي ربنا ولا لأ؟ بعضها بيرضي ربنا وبعضها ما بيرضيش ربنا. طب الناس اللي بيشتغلوا فيها بيظهروا في المسلسل بشكل يرضي ربنا ولا لأ؟ برضو بعضهم كده وبعضهم كده. طب أنا وأنا قاعدة بتفرج على الفيلم ده هشوف وهسمع حاجات ترضي ربنا ولا لأ؟ ساعات وساعات. يعني نستنتج من كده ان الاعمال الفنية فيها المباح اللي بيروي قصة محترمة وفيها اللي بيروي قصة مش محترمة، يبقى هنتابع القصص المحترمة. وفيها كمان مشاهد بتظهر فيها نساء لحمها مكشوف وتطلع ترقص وتتمايل وتثير الغرائز، وفيها مشاهد ما فيهاش نساء مكشوفة وبتحث على الخير وبتشجع على الإيجابية والإنتاج. طيب بالله عليكم، هل في مسلسل واحد على الساحة العربية أو الأجنبية ما فيهوش نساء مكشوفة؟ هل في مسلسل واحد ما فيهوش اختلاط؟ هل في فيلم ما فيهوش تلامس بين الرجال والنساء؟ دول بيجيبولك اتنين راجل وست أغرب عن بعض ينيموهم جنب بعض في سرير واحد، وهي لابسة من غير هدوم وهو عمال يتغزل ويتنيل على عينه فيها، وزوجها ممكن يكون واقف خلف الكواليس ورا عمال يسقف لها ويقول لها برافو يا بيبي الرقصة بتاعتك تجنن. في حد عاقل عنده شك ان اللي بيحصل ده مصيبة سودة بتستحق غضب الله وعقابه؟ ركزوا بقى معايا. في وسط المشهد الضايع ده بنقعد احنا نتفرج ونضحك وندعمهم بالفلوس وتذاكر السينما والمشاهدات ونستمتع ونتسلى في الوقت اللي ربنا عز وجل فيه غضبان. تبقى دي وسيلة ترفيه حلال ولا حرام؟ جاوبوا انتوا، مش محتاجة الشيوخ يفتولك. انت عارفة انه حرام، والممثلين نفسهم عارفين ان الحاجات دي حرام، بس الشهرة والاضواء والفلوس مزغللة عينيهم، ممكن يعمل اي حاجة علشان يكسب فلوس حتى لو الحاجة دي حرام. هم عايشين في مستوى معين اتعودوا عليه فمكملين. وعلى فكرة رغم كده هم فيهم ناس طيبين جدا وفيهم خير، بس محتاجين يقربوا من ربنا اكتر. عايزة اقول لكم كمان ان فيهم ناس قلوبهم رقيقة وطيبين اكتر من ناس تانية كتير بتدعي التدين والايمان قلوبهم فيها غلظة وقسوة وما فيهاش ريحة الرفق، والايمان والالتزام والتدين ما اثرش في قلوبهم باي حاجة. الممثلين دول فيهم ناس بينهم وبين التدين الصح خطوة واحدة، محتاجين بس يعني تكة كده ويقربوا من ربنا ويسيبوا كل اللي بيعملوه. بعضهم بيترك المجال ده خالص وبيلتزم وبيصلح إيمانه أحسن من ناس كتير اتربت على التدين من صغرها. ظهر فيديو قدامي على اليوتيوب لممثل مشهور بيرفض يعمل مشاهد فيها قبولات، بيقول أنا ليه أبقى مثير للغرائز
الحاجات دي هتبقى سيئات جارية وهتفضل جارية بعد ما الواحد يموت ويشبع موت، وهتفضل سيئة جارية في حياته وحياة ولاده وحياة أحفاده، هو قال كده بنفسه. فأنا شخصيا كمية السعادة اللي حسيتها لما سمعت الكلام ده، الكلام ده رهيب وخطير جدا. فرحت جدا ان في حد في المكان ده وسط الممثلين اللي الشهرة والأضواء والفلوس واخداهم بيفكر بالطريقة دي، ودي بداية خير على فكرة، وربنا يمن عليه بفضله وكرمه ويسيب السكة دي خالص عشان ما يبقاش بيشارك من قريب او من بعيد في مسلسل بتظهر فيه واحدة متكشفة مثلا، او حد تاني في المسلسل بيعمل مشهد مش تمام فيبقى مشارك في الاسم معاهم. اللي عايزة اوصله لكم ايه؟ ان الحلال بين والحرام بين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكل واحد عارف الصح من الغلط وعارف الحلال من الحرام. وبصراحة الحرام اصبح فج جدا وبشع في الاعمال الفنية، فازاي نقعد نسلي وقتنا بمشاهدة حاجات بتغضب ربنا وبتصير فينا غرائز وبتبعدنا عن طريق الله وبتخلينا ننسى صلواتنا وبتشدنا عشان نتعلق بيها ونحاول نقلدها، سواء في افعال او اقوال او ملابس او تبرج. لا اراديا كده بتتفرجي وبتبقي عايزة تقلدي، ما احنا بني ادمين برضه، بنحب الزينة وبنحب الفلوس، بنحب نتفسح، بنحب نتمتع. بتلاقي نفسك بتتمني تبقي زي البطلة الامورة اللي الفلوس والشهرة عمالة تترمى تحت رجليها، وممكن في يوم من الايام تلاقي نفسك بقيتي زيها فعلا وبقيتي فرجة ودخلتي في دوامة كبيرة قوي من الذنوب. المسلسلات كمان يا جماعة بتشدك وبتبقي مش عايزة تقومي الا لما تعرفي الاحداث كلها. ممكن تطبقي يومين صحية قدام موقع بيعرض المسلسل عايزة تشوفي الاربعين حلقة كلهم ورا بعض، ما انتيش عارفة تقومي، وحلقة بتجر حلقة وحدث بيجر حدث ومسلسل بيجر مسلسل لحد ما تلاقي سنين عمرك ضاعت وانت قاعدة حابسة نفسك بين اربع حيطان ما بتعمليش حاجة غير انك بتتفرجي على اوهام. هو احنا مش هنتسأل عن عمرنا ووقتنا ده؟ هنتسأل طبعا، ده احنا هنتسأل حتى على فيشة الكهرباء اللي مشغلة الانترنت. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، سورة التكاثر. الكهرباء دي نعيم من نعم ربنا، ناس تانية مش لاقياها، استهلكتيها في ايه؟ ضيعتي وقتك في ايه؟ يا رب ده انا كنت بتسلى يعني شوية كده برفه عن نفسي عشان كنت زهقانة. طب بتتسلي بحاجة حلال ولا حرام؟ كنت بتسلى بفيلم، هتتكسفي تقولي اسم الفيلم. طب اعمل ايه؟ انقذ نفسي ازاي من الذنوب دي؟ ازاي ما اتفرجش على حاجات تغضب ربنا؟ وازاي ارفه عن نفسي بوسيلة ترضي ربنا؟ ركزي معايا في الخطوات دي وحاولي تعمليها. اولا تلغي من حياتك اي حاجة بتعرض لك حاجات محرمة. التلفزيون لو ليكي سلطة عليه في البيت افصليه، لو مش قادرة تمسكي نفسك عن المحرمات اللي فيه شيليه خالص. الانترنت لو مش عارفة تتحكمي فيه وبتلاقي نفسك بتدخلي مواقع بتعرض محرمات افصلي الانترنت. في ناس عندها التلفزيون والنت وبتستخدمهم في الحلال، فالعيب مش في التلفزيون ولا في الانترنت، العيب في اللي ما بيعرفش يسيطر على نفسه. التلفزيون والانترنت دول عاملين زي الشارع، انا مثلا ساكنة في شارع، عندي هنا مسجد، عندي هنا ملهى ليلي، بعدي بشوية في مدرسة، بعدي بشوية في جامعة، أنا بقى بختار هدخل إيه فيهم؟ هضيع وقتي في حاجة حرام ولا في حاجة حلال؟ هدخل مكان يرضي ربنا ولا هدخل مكان يغضب ربنا؟ الإنترنت والتلفزيون زي كده بالظبط. فما دمتي بتستخدميهم غلط ومش قادرة تكوني قد المسؤولية استغني عنهم. طب مش هتعرفي تفصليهم عشان في ناس تانية بتستخدمهم في البيت، يبقى ما تتفرجيش انتي، ما تتابعيش البروموهات المشوقة اللي بتجري ريقك علشان تتابعي المسلسل ده وتسيبي واجباتك. غضي بصرك لو مضطرة تقعدي في مكان التلفزيون شغال فيه، مادام ملكيش سيطرة على المكان ادي ظهرك للتلفزيون وافتحي موبايلك على اي حاجة تانية تكون حلال. الغي متابعة الصفحات والقنوات اللي بتعرضهم لك، شوفي لك اي وسيلة ترفيه تانية رفهي بيها عن نفسك في وقت الراحة. العبي لعبة مثلا، اخرجي، نامي، كلمي صحابك، اقرأي قصص لو بتحبي الأفلام والمسلسلات، اقرأي قصص مكتوبة بس تكون برضو قصص حلال مش قصص مثيرة للغرائز. ممكن كمان وسيلة ترفيهك تكون هواية، مارسي هواية من الهوايات تضيع وقتك وتكون هواية حلال. أنا شخصيا مثلا هوايتي إني بحب القراءة في المجالات الدعوية، بحب كمان أتابع قنوات الطبخ أحيانا، بحب أشوف أفلام الكرتون، بحب أتابع فيديوهات الدعاة والعلماء، بحب التصميمات،
الحاجات الخاصة بمجال الكمبيوتر بحب اتابعها، ببقى مستمتعة وانا بشوفها، بلاقي الحاجات دي اخدت كل وقتي اللي محددة للترفيه، مع شغل البيت بقى وشغل القناة وصفحة الفيسبوك، وعندي محل بنزل اساعد فيه، غير الوقت الشخصي المخصص ليا، صلاة او اذكار او الورد اليومي او الزيارات، فمفيش وقت اصلا اني احشر مسلسل ولا فيلم في جدولي. فاشغلي وقتك بحاجات كتير، ازحمي يومك بحاجات بتحبيها، هتلاقي نفسك ممكن تقعدي سنين طويله ما بتفكريش ان انت تفتحي التلفزيون ده اساسا. هو انت ليه بتتفرجي على المسلسلات والافلام وبتضيعي من يومك كل يوم ساعات طويله؟ لانك فاضيه، وقتك فاضي، املي حاجات تانية حلوه تسعدك وتكون حلال. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو دورتي مثلا على كورس تدرسي فيه لغات، وكورس تدرسي فيه كمبيوتر، ودورتي تحفظي فيها قرآن، ومسجد تحضري فيه دروس، وجيم تلعبي فيه رياضة، وكتاب تقرأي منه شوية كل يوم، والورد اليومي من أذكار الصباح والمساء، والورد اليومي من قراءة القرآن الكريم، والورد اليومي من تعلم تفسير معاني القرآن الكريم، ولو صفحة واحدة من التفسير كل يوم تقرأيها، مع شغل البيت لو بتساعدي ماما أو كنت متزوجة وبتشتغلي في بيتك. لو عملتي كل الحاجات دي ابقي قابليني لو لقيتي وقت تاخدي فيه شاور مش تتفرجي على فيلم. ولو بعد كل ده عندك وقت فاضي دوري على شغل، البنات دلوقتي بتشتغل من بيتها، اقعدي كده رتبي حياتك وشوفي امكانياتك وقدراتك واشتغلي في حاجة تقدري تتميزي وتطوري من نفسك فيها. اعملي مجموعات تقوية او محو امية، اتعلمي طريقة نور البيان واعملي مجموعة تعلمي بيها ولاد صحابك القراءة والكتابة، اعملي قناة على اليوتيوب، صفحة على الفيسبوك علمي فيها الناس الحاجة اللي انت اتعلمتيها بحجابك واحترامك كأنك شغالة في مدرسة او في شركة. بالعكس انت فرصتك احلى من البيت، بعيد عن بهدلة المواصلات وتحكمات اصحاب العمل والاحتكاك بالناس، بعيد عن اللي عكسك واللي يضايقك. والله وسائل اشغال الوقت بالحاجات المفيدة كتيرة جدا، بس انت ابتدي وكوني جد في حياتك، ابتدي تفكري ازاي تتخلي عن تفاهات الامور، ازاي كل لحظة في وقتك تعدي بفايدة، حتى لو برفع عن نفسي يكون بفايدة. انا ما حبيتش اتكلم عن موضوع المسلسلات بطريقة الفتاوى والاحكام، لان الفتاوى كلها مالية الانترنت ومش وظيفتي، انا حبيت اكلمك بالمنطق بالحلول العملية. بتمنى تكون الحلقة افادتكم، وتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله على قناة كنزي لايف واي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.